تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح الإيجابية وصباح الصحة وصباح السعادة مستمعينا الأعزاء، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور دائما مستمعينا الأعزاء بالسعادة والتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معانا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ سعيد المر. ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وأنا محدثكم عبدالله محمد جمعة. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان العمل من المنزل يرفع خطر الاحتراق النفسي. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان كيف نبني عادات غذائية سليمة عند الأطفال، وبتكون معايا عبر الهاتف اليوم الأستاذة ريهام أحمد أخصائية التغذية العلاجية، والحديث عن أهمية بناء العادات الغذائية السليمة لدى الأطفال، وما هو دور العادات الغذائية السليمة ودورها أيضا في الوقاية من الأمراض، وأهمية العادات الغذائية السليمة وكيف يتم تشجيع الطفل على تناول الأغذية الصحية. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم عن أيضا تحت عنوان حساسية البقوليات، وبتكون معايا عبر الهاتف اليوم ضيفتي الدكتورة صفية علي الكعبي أخصائي أول طب أسرة بهيئة الصحة بدبي للحديث عن حساسية البقوليات. ونرجع مستمعينا الأعزاء إلى خبرنا لهذا اليوم، العمل من المنزل يرفع خطر الاحتراق النفسي، ولكن بعد ما ناخذ مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أختي أسماء، وشو مستجدات اليوم وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول شيء أحب أقول لهم يوم أحد مميز، وإن شاء الله يكون يعني بداية أسبوع كلها حماس وإبداع وإنجاز إن شاء الله. إن شاء الله. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي كنا حاطينها في خلال عطلة هذا الأسبوع. من ضمن الأشياء اللي كنا نحطها لاحظنا لما يعني في الفترة أن بعض الأشخاص يسألوننا يعني شكل يعني شو يعني أنا إذا كنت مخالط، هل لازم إذا كنت معهم عايشين في البيت، هل إذا كان زميلي، فشفنا الأسئلة فقلنا نحب نسوي تفكير بما هو المخالط. يعني المخالط هو أن كل شخص قضى وقت على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بكوفيد 19 لمدة 15 دقيقة ولمسافة أقل من مترين، فهذا هو المخالط. فإذا واحد مثلا يالس في مكتب وصاحب في إدارة ثانية ما يعتبر مخاط، يعني حتى لو صحيح. بس يعني مرة وشي سلام من بعيد بعد ما يعتبر مخاط، فلازم يكون موجود في نفس المكان 15 دقيقة مدة ما يعني ما
تقل أكثر من 15 دقيقة أو أكثر، أو أنك يعني ومسافة أقل عن مترين. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وايد توصلنا بخصوص التطعيم، هل يمكن للمرضعة أخذ اللقاح ضد كوفيد 19؟ أول شيء من ضمن الأشياء اللي توصلنا يعني الجواب هو نعم، ممكن المرضعة أن تأخذ التطعيم خلال فترة الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح في أي وقت ولا يوجد ما يمنع. أنواع اللقاحات الموجودة هي سينوفارم بعد مرور 6 أشهر من الولادة، نعم، فايزر بيونتك من بعد الولادة على طول تقدر تأخذه. بعض الأشخاص يسألون هل هناك داعي لإيقاف الرضاعة الطبيعية قبل أو بعد التطعيم؟ ما له أي علاقة، ونحن أصلا نشجع الأمهات الاستمرار بالرضاعة الطبيعية حتى بعد أخذ اللقاح، وموضوع يعني مفيد أيضا للطفل. فننصح أن ما يقطعون الرضاعة الطبيعية سواء قبل أو بعد، لأن هاي من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا، هل أوقف الرضاعة الطبيعية؟ لا، ما توقفين الرضاعة الطبيعية وتستمرين فيها بشكل مستمر. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن يعني نحب نأكد عليها بخصوص كبار المواطنين والتطعيم، هناك خدمة متوفرة توصلهم لين عندهم في البيت، صحيح، وهي خدمة تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في المنازل. كل اللي عليهم منهم يتصل رقم المركز الاتصالي هو 8342. تقريبا يعني هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء، شكرا جزيلا لك. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نحن بعد الفاصل عندنا فقرة التغذية، واليوم عنوانها الحقيقة جميل، ونشكر المعدين على هذا البرنامج، ونشكر أيضا الأخت آمنة آل علي على اختيارها هاي المواضيع الجميلة بشكل مستمر. اليوم فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء تحت عنوان كيفية أو كيف نبني عادات غذائية سليمة عند الأطفال، وبتكون معاي ضيف اليوم الأستاذة ريهام أحمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، لا شك أن بناء العادات الغذائية وبناء العادات الغذائية السليمة في عمر مبكر للطفل يعد هو الحجر الأساس لمستقبل صحي للطفل، وأن الوالدين يمثلان أيضا القدوة التي يحتذي بها الطفل في سنوات العمر الأولى، فدائما يتجنب أيضا ويتوجب عليهما تشجيع الطفل على العادات الغذائية الصحية منذ الصغر لينعم بصحة وعافية خلال مختلف المراحل العمرية. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، معنا عبر الهاتف الأستاذة ريهام أحمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة ريهام صباح الخير. أستاذة ريهام صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ ريهام، سعداء جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن هذا الموضوع المهم الحقيقة، كيفية أو كيف نبني عادات غذائية سليمة عند الأطفال. وحابين الحقيقة في البداية نتحدث بهذا الموضوع عن أيضا أهمية بناء العادات الغذائية السليمة لدى الطفل، وكيف يلعب دور مهم في الوقاية من الأمراض أيضا. صحيح، صباح الخير. حديثنا اليوم زي ما تفضلت حضرتك عن بناء العادات الغذائية السليمة عند الأطفال، واسمح لي أبتدي من حيث انتهيت في المقدمة حضرتك، لأنه الأهل هم القدوة لأطفالهم. صحيح. فيعني زي ما بنربي أولادنا على العادات الحميدة، بنتابع نشاطاتهم اليومية مثلا من الذهاب للمدرسة، نشاطاتهم الاجتماعية بعلاقتهم مع أصدقائهم مع إخوانهم،
يتوجب علينا كأهالي أيضا أنه نربيهم على عادات غذائية سليمة. صحيح. لأنه إحنا قدوة لأطفالنا، فأنا طفلي شو بساوي شو باكل هو بقلدني أو هو حيمشي على نفس خطاي. بالإضافة لأنه العادات الغذائية السليمة اللي بنزرعها في أطفالنا رح تبقى معهم طول العمر، حتنعكس إيجابيا على صحتهم بس يكبروا. فأولادنا انعكاس إلنا، ومن هالمنطلق إكساب أطفالنا عادات غذائية سليمة هي أساس لبناء أجسامهم، خاصة الأطفال بيكونوا في طور النمو. صحيح. بتمدهم بالإمدادهم أو تعويدهم على الغذاء الصحي بيحميهم مش بس فقط فترة الطفولة، أيضا لما بيكبروا بيجنبهم الكثير من الأمراض، خاصة في فترة يعني الأطفال في سن المدارس بيكونوا عرضة لسوء التغذية. سوء التغذية مش فقط اللي هي النحافة أو قلة الأكل، حتى السمنة نفسها هي تعتبر سوء تغذية. صحيح. فلما أنا بكتب طفلي عادات غذائية سليمة بضمن أولا يصير نمو بصورة طبيعية وبصورة سليمة، وأيضا أحميه من الأمراض المختلفة اللي هي لها علاقة بسوء التغذية. فبتكون أيضا كمان فرصة حتى الطفل يتعود على هذه العادات الغذائية السليمة اللي حتشكل الأساس لصحته في المستقبل، تضمن النمو السليم لأجسام الأطفال في مرحلة النمو. صحيح. أستاذة ريهام، طبعا كلام جميل ومفيد ومهم الحقيقة للأطفال وفي المراحل مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا، المراحل أو السنوات الأولى من حياة الطفل، وأنت من خلال حديثك أيضا تطرقتي إلى يعني أهمية الموضوع هذا لصحة الطفل وللوقاية من كثير من الأمراض. فخلنا نستغل الوقت أستاذة ريهام ونتحدث عن دور في البداية دور الأم ودور الأب ودعم الأب أيضا في هذا الموضوع، وأيضا دعم الأسرة، كيف يتم دعم الأسرة للطفل بحيث أن الطفل يتعلم من السنوات الأولى من حياته أنه يتعلم على الغذاء الصحيح والسليم والصحي والحياة الصحية أيضا. صحيح صحيح، زي ما تفضلت أخي، الأسرة تقع عليها يعني جزء المسؤولية الأكبر في ترسيخ العادات الغذائية الصحية عند الأبناء، طبعا بالإضافة ل يعني مؤسسات المجتمع الأخرى مثلا ممكن المدارس المستشفيات من ناحية الإعلام الصحيح بخصوص التغذية السليمة للأطفال، بس الأهل تقع عليهم المسؤولية الأكبر في ترسيخ العادات الغذائية عند أبنائهم وتعزيز أنماط غذائية سليمة والتركيز على وجبات متكاملة وتجنب يعني توفر الأطعمة الغير صحية، سواء اللي بعدها أنا لأطفالي في المنزل أو اللي بشتريها من برا. بدنا نراعي مثلا خاصة الأمهات أنه الاحتياجات الغذائية عند الأطفال تختلف حسب الفئة العمرية، يعني ممكن ما ببالغ إذا بقول يعني أنا ممكن أعود طفلي على الأكل السليم من لحظة الولادة، لما الأم بتعطي طفلها الرضاعة الطبيعية هاي بتكون بمثابة تهيئة لجسم الطفل لعادات غذائية سليمة. دور العائلة ككل، دور الأهل ككل بلعب دور في إكساب الأطفال عادات غذائية سليمة. من أهم هالنقاط ممكن تناول الوجبة مع الأسرة، يعني أنا أحرص إنه طفلي يكون دائما موجود معي لما بتناول الوجبة الغذائية، هذا بيعزز الكثير من العادات الغذائية السليمة عند الطفل. صحيح. ممكن أيضا أجنب يعني يصير مثلا شغلة اعتماد الحلويات هاي كمكافأة للطفل عند أي سلوك صحيح. كان الطفل مثلا مهذب هذاك اليوم بكافئ بحلويات، عمل الهومورك أو الواجب المدرسي بكافئ بحلويات، ما نربط دائما شغلة أنه الطعام يعني بين قوسين الغير صحي أن يكون دائما مربوط في المكافأة، إذا خلصت دروسك أنا بعطيك حلاوة أو بعطيك كانديز أو الأمور هاي. صحيح. فبهالطريقة يعني ممكن أنا يعني أشجع طفلي على تناول وجبات سليمة. ممكن أيضا نشارك الطفل لما بروح أشتري أغراض يعني في التسوق للأكل، أشارك طفلي، الأطفال جدا عندهم فضول يعرفوا أو بيحبوا يقلدوا أهلهم، لما بشارك طفلي أنا لما بنشتري الأكل اللي بدي أجهزه على الوجبة أو حتى في التحضير، الأطفال بيحبوا جدا يحضروا مع أمهاتهم الأكل، بتصير حتى بيتشجع على تناول هاي الوجبات الصحية أكثر وأكثر، بيزيد إقباله على تناول الطعام الصحي لما بيحس حاله أنه اشترك في إعداده. طبعا أنا ممكن الأم تكون عندها يعني بعض الحيل البسيطة، ممكن أنا أخلي طفلي مثلا الفواكه يقسم ليها على شكل قوس قزح، الأصفر لحال الأحمر لحاله، وأحكي يعني أشرح له مثلا الفاكهة لونها أصفر هي بتقوي النظر
الفاكهة لونها أحمر هي ممكن تبعد عننا الأمراض. حسب الفئة العمرية أنا ممكن أنزل لمستوى الطفل وأشرح له بصورة مبسطة عن فوائد هاي العناصر الغذائية، فبالتالي هو يتشجع على أكلها أكثر. صحيح. وأيضا أستاذ ريهام لو تلاحظين في بعض الجمعيات وبعض مراكز التسوق حتى متوفر يعني حجم الترولي الصغير يشجع الطفل صحيح. إنه مثل ما ذكرتي يعني يكون مع سواء مع الأب أو مع الأم، وأيضا يعني خلال المرحلة هاي ممكن الأم تستغل الفرصة ويتم يعني تختار للطفل يعني الأشياء اللي فيها أو يعني الأطعمة أو الأغذية أو الأمور اللي صحية، ويبدأ الطفل يتعلم من يعني من ذهابه أيضا مثل ما تفضلتي مع الأم، ويعني هو جانب ترفيه وجانب تعليمي وتثقيفي أيضا في نفس الوقت. صحيح، كلام سليم 100%. ممكن أنا بهالطريقة أخلي طفلي يتشجع يروح هو بنفسه ينتقل أكل، يجيب لي مثلا الفاكهة الخضار. في النهاية صحيح. يعني الأم مثلا هي مسؤولة عن الطبخ في البيت، الأكل الغير صحي أو الأكل الصحي إحنا كأهالي إحنا اللي بنوفره لأطفالنا، يعني خاصة بالأعمار الصغيرة. فأنا كل ما زرعت في طفلي أنه في أكل صحي لازم ألتزم فيه أو هذا ممكن ينعكس إيجابياً على صحة الطفل، لما يشوفني أنا باستمرار طبخي في البيت لازم يكون مثلاً في خضار، لازم الفاكهة تكون موجودة، الأكل القليل الدسم أو اللي فيه سعرات حرارية كثيرة هاي يعني متوفر بكميات محدودة في البيت، فالطفل أكيد يعني من شاب على شيء شاب عليه. فأنا شو يعني شو ما بشوف طفلي أمامه في المنزل أكيد رح هاي العادات والسلوكيات الغذائية تستمر معه. في نقطة أنا بحب أركز عليها جدا للأمهات، إنها خاصة للأعمار الصغيرة في أطفال بسميهم البيكي إيترز، هدول اللي بيكونوا انتقائيين. صحيح. بدها شوية صبر، شوية طول بالها على الطفل، ما أجبر الطفل على تناول الوجبة أو لازم تخلص أنت الصحن كامل. في النهاية احتياجات الطفل غير عن احتياجات البالغ، ممكن صحيح. أحط على كميات بسيطة للطفل، ممكن هو يكون شبع فعليا اكتفى بكمية من الطعام. ما أربط مثلا الوجبة الغذائية بأنها هذه الوجبة اللي هي فيها النزاع بين الأم والطفل، أو ممكن يصير مثلا في الأم تصرخ على الطفل إنه لا لازم تكمل الصحن، فبيرتبط في عقل الطفل إنه هذا هو وقت الوجبة، هو وقت للقلق، وقت للإحباط، بدل ما يكون وجب يعني تكون الوجبة ممتعة تكون أيوة ممتعة مع صحيح. الأهل. فهي نقاط جدا بنلاحظها مع الأمهات، تطول بالها بتكون صبورة شوي شوي، يعني العادات الغذائية احنا بنكسبها لأطفالنا بس حتى يكتسبوها بصورة صحيحة بدنا شوية نكون صبورين معهم. صحيح. ودائما احنا نقول ايضا استاذ ريهام بان يعني تدريب الاطفال وبالاخص يعني الاطفال لان سلوكياتهم مختلفة وتفكير الطفل من طفل الى طفل تختلف، الفروقات العمرية ايضا تختلف من عمر الى عمر، فلا بد مثل ما تفضلتي ان الاب والام يعني يكون عندهم صبر يعني كيف يعلمون ويدربون صحيح. الطفل على صحيح. اساس انه خلاص يعني يصبح الموضوع هذا عادات غذائية ونمط حياة عنده بناء على عمره وقبوله أيضا لهذا التغيير يحتاج إلى وقت. صحيح. أستاذ ريهام أيضا من الأمور المهمة اليوم اللي حابين يعني يتكلميننا فيه اللي هو يعني نسبة كبيرة من الأطفال يرفضون، وانت تطرقتي يمكن في الموضوع هذا في البداية تناول الوجبة الصحية وبالأخص وجبة الإفطار، إلى أي مدى يعتبر هذه أو تعتبر عفوا هذه الوجبة مهمة وكيف يمكن تشجيع الطفل على تناولها؟ صحيح كلامك أخي، وجبة الفطور هي من الوجبات الأساسية الرئيسية اللي بتمد الطفل بالطاقة بالعناصر الغذائية الضرورية حتى يمارس نشاطاته اليومية على طول النهار. في البداية يعني لازم نبحث عن السبب ليش طفلي أنا برفض وجبة الفطور. ممكن تكون المشكلة في بعض السلوكيات من الأهل، أنا ممكن يعني عدم استيقاظ الطفل في وقت كافي قبل مثلا ما يتوجه للمدرسة، أنا بصحي الطفل دغري عند المدرسة فما في يكون مجال عند الطفل أنه يتناول وجبة الفطور، أو مثلا بيسهر الطفل لفترات طويلة في الصبح هو صعب يصحى عشان يتناول وجبة الفطور، أو بيكون متعود على وجبات سريعة وكمية عالية من السكريات فبالنسبة إلى وجبة الفطور هي غير مهمة. فيعني هاد زي يعني ممكن الأهل لازم يركزوا على النقطة أنه الطفل أعودوا على وجبة الفطور أصحي قبل مثلا ربع ساعة 10 دقائق يكون مستوعب أنه يتناول الوجبة قبل ما يتوجه للمدرسة.
ايضا انا زي ما حكينا نكون احنا قدوه للاطفال، يعني انا لا انا ولا الاب بناخذ وجبه الفطور بدي اجبر اطفالي. في النهايه اذا احنا وجبه الفطور بتتحضر بصوره عائليه كل الافراد الاسره بيجوا على وجبه الافطار، اكيد الطفل مره على مره حيتعود يتناول وجبه الافطار، لان الاطفال بيحبوا بتضح من قلده الكبار ويشاركوهم يعني في في يعني في في ممكن في اعداد وجبه الفطور، في الجلوس على على السفره. أيضاً في شغلة مهمة إنه نحاول قدر الإمكان نبعد الأطفال عن الألعاب الإلكترونية خلال تناول وجبات الطعام، ما يكون الطفل ملتهي في اللعبة، فبتكون سبحان الله يعني الطفل كل توجهه مع يعني عقله في الألعاب هذه، مو مركز حتى في الأكل اللي بده يتناول، أو حتى ممكن ما يحس بالجوع وهو ملتهي في الألعاب. فهون المسؤولية الأكبر بتكون على الأم تختار. ممكن كمان الأطفال بعمار صغيرة تكون ملونة، ممكن مثلا الأطفال ما بيحبوا البيض، بنسوي على شكل أومليت بخلي الطفل يرسم زي الأرنب بالكاتشب، أو يعني ممكن أنا أبتدع أفكار يعني أحبب طفلي في تناول يعني مش بس وجبة الفطور، الوجبات جميعها. في أطفال ممكن ما بتناولوا الحليب، ممكن أنا أقدمه على شكل مثلا أجبان أو لبن، أو أدخله في حبوب الإفطار، أو ممكن في البودينج، يعني ممكن أدخل الشغلات الطفل أنا ما بتناولها أو ما بحبها خلال الوجبات نفسها. استخدم مثلا صحون ملونه، كاسات ملونه، اقرا قصه عند الافطار، يعني تشجع الطفل على تناول الوجبات. عشان يعني زي ما تكلمنا بالاول الموضوع بده شويه صبر وطوله بال، بس على الاكيد بيكون لمصلحه الطفل، وتحتاج الى كثير من المهارات ايضا استاذ ريهام. اكيد مثل ما أكيد. تفضلتي مهارات يعني تكون موجوده عند الام، وايضا تحتاج الى دعم من الاب وايضا من الاسره، من الأسرة كاملة. صحيح. أستاذ ريهام صحيح. خلال الدقيقتين شو تحبين تقدمين لمستمعينا الأعزاء، وبالأخص يمكن يعني الأم والأب في موضوع توجيههم عن في هذا المجال، بأن كيف بإمكانهم أن يعني يخلون الطفل أن يكون عنده بعض العادات الغذائية السليمة؟ زي ما تكلمنا بالأول، الأهل قدوة لأبنائهم، والولد أكيد أول ما بيقلد بيقلد الأم والأب، مثل ما بيقلدوا في الأمور الحياتية المختلفة حيقلدوا أيضا في عادات الغذائية. أتعب مع طفلي بالبداية، أكون صبورة معه، أشجع على الغذاء الصحي عشان أنا وطفلي نرتاح على مدى عمره إن شاء الله، وجنبه يعني التعرض للمشاكل الصحية والأمراض. من خلال خبرتنا في المستشفى أغلب الناس اللي بتكون عندها سمنة، بتكون عندها مشاكل صحية، ما بيكون هالشي حصل بين يوم وليلة، بيكون تراكمات من فترة الطفولة. فأنا كل ما زرعت عادات غذائية سليمة وسلوك تغذوي سليم عن طفلي، أكيد أنا يعني بكون متأكد أنه طفلي رح يكسب هاي العادات، حتبقى معه طول العمر إن شاء الله، وحتنعكس إيجابيا على صحته. أستاذ ريهام قبل دائماً. أستاذ ريهام قبل لا نختم، عندنا سؤال من أحد المستمعين، هل طبعاً. استبدال السكر بالعسل جيد، وهل عند تسخين الحليب مع العسل يفقد فوائده؟ عفوا السؤال الأول، استبدال السؤال هل استبدال السكر بالعسل جيد، والشق يعني الثاني يعني هذا السؤال شوية تريكي. هلا أنا ممكن أستخدم العسل، العسل في فوائد غذائية عالية صحيح. بس العسل في النهاية في كمية من السكر، يعني أنا ما بدي أخذه بدون حساب، مش معنى يعني مثلا العسل صحي أو مثلا في فوائد غذائية أنه أنا أستخدمه بكميات كبيرة بدون ما تكون المقصود هو استبداله بالسكر، يعني إذا الشخص يبغي ما يستخدم السكر نهائيا ويستبدله بالعسل، ممكن أستخدم إذا العسل طبيعي ويعني 100% طبيعي يعني بعد نعم السكر. صحيح بالنسبه كمان الكميه في النهايه في سعرات حراريه، يعني لا يعني انه مثلا صحي اني انا اخذه بدون اعتبار، يعني ممكن استبدله اوكي بالسكر بس تكون ضمن كميات محسوبه صحيح. يعني من ضمن مثلا كميه السكر المفروض اخذها انا طول اليوم، يعني ما تكون كاضافه او ما تكون يعني زياده، بما انه هو صحي فانا ممكن استخدم منه كميات كبيره. صحيح. الشق الثاني من السؤال استاذ، هل تسخين الحليب مع العسل يفقد فوائده؟ هو ممكن هو الافضل يعني انا اسخن الحليب وبعدين احليه بالسكر، يعني ما اعرض السكر العسل نفسه لدرجات حراره عاليه. نعم.
هو الافضل اني انا مثلا اسخن كميه الحليب اللي بدي اياها اسخنها بعدين بس شوي اضيف كميه العسل عليها احلي فيها بس ما اعرضه للحراره درجه حراره عاليه. نعم. أستاذة ريهام أحمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، حساسية البقوليات بعد الفاصل، اللي عنده أي نوع من الحساسية من الأطعمة وبالأخص البقوليات يستمعنا ويستمر معنا بعد الفاصل. بتكون معايا ضيفتي الدكتورة صفية علي الكعبي، اختصاصي أول طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا، دائما البقوليات من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، وذلك لاحتواء البقوليات على كميات كبيرة من البروتينات والزيوت النباتية أيضا، ولكنها في بعض الأحيان وفي نفس الوقت مسؤولة أيضا عن ارتفاع نسبة حدوث الحساسية وحدتها عند بعض الأشخاص وحدوث المشاكل الصحية التي يجب توخي الحذر منها. للحديث حول هذا الموضوع وتفاصيله شرفني تكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتورة صفية علي الكعبي، اختصاصية أول طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صفية صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله خير وسهل، حياك الله. الله يحييك دكتورة، نحن سعيدين حقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا نشكركم على اختياركم هذا الموضوع المهم، حساسية البقوليات والفوال. وفعلا دكتورة يعني هذا الموضوع منتشر كثير، ونبغي نعرف أكثر صراحة يعني دكتورة بداية، يعني ما هي الحساسية، حساسية البقوليات ماذا تعني؟ أشكركم أولا على هالاستضافة الجميلة وأصبح بالجميع وجميع المستمعين. طبعا إحنا بنتناول موضوع الحساسية. الحساسية هو عبارة عن رد فعل الجسم، جهاز المناعة، لما أنت تتناول خاصة في الأغذية لما تأكل شيء غريب عن جسمك، فكيف تكون رد فعل الجسم؟ هني هاي تعتبر الحساسية. طبعا الجسم يفرز عندك مواد اللي هي الاي جي اي وعندك الهستامين، فطبعا المسبب يكون عندنا إحنا هني البقوليات. لكن أهم شيء إن إحنا لازم نفرق ما بين حساسية البقوليات من ناحية الأطعمة، ونفرق ما بين اللي هو مرض الفوال أو حساسية الفول أو كما يسمونها أنيميا الفول، أو ممكن في ناس حتى يسمونها التفول. هني في فرق ما بين هذا وما بين هذا المرض. هذاك يعتبر حساسية أغذية، أما فقر الدم اللي هو الفوال والتفول مثل ما قلنا هو مرض وراثي منتشر موجود، يكون في أفريقيا عندك، في الشرق الأوسط، في البحر المتوسط. نعم. سببه إن هني جسمي يكون ما في إنتاج لنوع من أنواع الإنزيمات يسمونه جلوكوز 6 فوسفات ديهايدروجينيز. فهذا الفرقية ما بين حساسية كأطعمة وما بين إن الجسم، بما إنه وراثي معناته إن الناس يكونون عارفين، ممكن مثلا الوالد يكون عنده، الأخ يكون عنده، ففي خلفية من ناحية التاريخ الأسري إنهم يعرفون إن هالشيء عندهم. أما الحساسية لا، مع يعني مثل ما تقول الأم لما تعطي الطفل أو تعطي الابن، مع الوقت يكتشف إنه مثلا عنده حساسية من هالأنواع من البقوليات. صحيح. تمام؟ نعم. أيضا دكتورة هناك يعني الحقيقة كثير من الأمراض مرتبطة بموضوع الحساسية، يعني دائما من الأسئلة اللي دائما يسألها الطبيب أو الممرضة يعني عند زيارتنا نحن لأي مركز صحي أو مستشفى، هاي أسئلة دائما، هل عندك حساسية من أي نوع من الأغذية أو من أي نوع من الأدوية؟ شو علاقة هذا الموضوع دكتورة ببعض الأمراض، قد تكون يمكن أمراض وراثية أو أمراض مزمنة؟ أنا معك،
هالسؤال أصلاً سؤال ضروري لازم نسأله. نعم. يعني أنت إذا عندك حساسية معناته أنا كطبيب أتفادى أني أنا أوصل لمشكلة، صح ولا؟ نعم. إذا مثلاً حين المريض مثلاً قال أنا عندي جيسكس بيدي اللي هو أنيميا الفول، معناته أنا عندي لستة أدوية مفروض ما أعطيها، يتجنبها. ممكن مثلاً يعني أنت تتفادى المشكلة قبل حدوثها. فعشان في احنا مثلا سؤال الحساسيه يفيدك من ناحيه، لان في ادويه تكون ممكن مثلا في ناس يستخدمون اعشاب من نفسهم في البيت، فهذه ممكن تزيد المشكله. في ادويه احنا ممنوع ان مثلا انا اوصفها لهالمريض، عرفت؟ فهذه سبب الاتصال بينهم، لان ممكن في من الادويه تؤدي مثلا اذا كان الفوال تكسر الدم، فانا ليش اوصل لهالمشكله؟ صحيح، عرفت؟ فمفروض يعني دكتوره الشخص يعرف، يعني مو بكل حد بيكون يعرف او عنده علم هل هو عنده حساسية من نوع من الأكل، إلا إذا يعني طلعت عنده بعض الأعراض، ويعني زار الطبيب أو أخصائية التغذية وتم يعني اكتشاف هذا أنه عنده نتيجة يعني أكل نوع معين من البقوليات أو الأغذية وسببت له يعني حساسية. تمام، صح كلامك، صح كلامك، صح. لأن هو الإنسان مع الوقت أنت بتناول هالطعام تكتشف. في من الناس يكتبون مثل مدرسة، يعني مثل دفتر مرجعي حقها، يكتب مثلا أنا تناولت هالشيء طلع لي هالعرض هالأشياء، هاي تفيد المريض نفسه وتساعد الطبيب. نعم، يعني تساعد الطبيب مثل ما ذكرتي دكتورة، هو جانب مهم الحقيقة، يعني مو بس الطبيب، يمكن الفريق الطبي كامل، سواء يعني إذا كانت أخصائي التغذية. نعم، يروح بأي مكان أو مثلا في مدرسة أو في عمل، فهو كيف أنت كيف تتفادى هاي المشكلة، صح ولا؟ صحيح. ممكن يكون هو جايني أنا العيادة، بس إذا كان هو في بيته أو كان في مدرسته، إذا كان طفل. نعم دكتورة، حابين نعرف أكثر عن أنواع البقوليات اللي يعني في الغالب تسبب الحساسية. البقوليات أول شيء بيكون عندك مثلا الفول، عندك البزلة، العدس، الحمص، الصويا، فول الصويا بعد عندك. في من الناس مثلا اللي لاحظوا ان عندهم بقوليات ممكن تكون عندهم بعد حساسيه من المكسرات نفسها، هذا اذا كان من ناحيه الاغذيه نفسها، عرفت؟ اما اذا كان من ناحيه حساسيه الفول اللي هو الفوال، في مثل ما قلت لك البقوليات بالاضافه الى في انواع معينه من الادويه المفروض ما ياخذونها، مثلا في انواع اللي فيها السلفه، مضادات الملاريا، مضادات الطفيليات ما نقدر نعطيهم اياها، ممكن عندك في صبغات الأطعمة، هاي ما يقدرون في يعني هاي الصبغات مفروض ما يأخذونها، ممكن تؤدي لتكسر الدم. فهني عندنا في من ناحية البقوليات، وفي غير البقوليات مثل ما قلنا الأدوية والصبغات. صحيح. وأيضا دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي بأن الحساسية أنواع وأشكال، وممكن أيضا أعراضها تكون مختلفة، تكون حدتها يعني بسيطة، وحدتها ممكن في بعض الأحيان أو بعض الناس تكون قوية، مرات تكون واضحة على البشرة، على الوجه أو على الجلد وما شابه ذلك. فما هي الأعراض دكتورة في الغالب، أعراض حساسية البقوليات؟ هل هي تكون يعني بهاي الطريقة ولا لها أعراض تختلف؟ هي ترى الأعراض متفاوتة ما بين شخص والثاني، ممكن تكون بسيطة ممكن تكون شديدة على حسب المريض وعلى حسب طبيعة جسمه. ففي من الناس ممكن ترتفع حرارتهم، ممكن يكون عندهم شحوب، ممكن يكون عندهم صداع، ممكن وجع في البطن، ألم في البطن، ممكن مثلا يكون تعبان، يحس أنه في وهن في جسمه. هاي الأعراض تكون متفاوتة ما بين شخص والثاني. إذا زادت حدتها طبعا، إذا كان في الفوال ممكن لا سمح الله يصير مثل ما قلنا تكسر في الدم، فبتلاحظ أن المريض شاحب، في صفار في عينه، ممكن كرمة البول يكون لونه غامج إذا كان طبعا في الفوال. أما إذا كان في البقوليات اللي هي حساسية البقوليات، لا سمح الله ممكن يؤدي للاختناق، تورم عندك مثلا ممكن في الشفايف أو اللسان، ضيق في النفس، ممكن لا سمح الله يوصل لمضاعفات أكثر اللي هي مثل ما تقول هبوط في الدورة الدموية، يعني يكون محتاج تدخل طبي أو مثلا العلاج. صحيح. دكتورة صفية، عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول هل حساسية الفوال بالأخص ممكن أن يكون مزمن يستمر مع الإنسان، أو ممكن يتم علاجه في حالة إذا عرف أنه عنده حساسية من الفوال أو من بعض البقوليات؟ هو لأن بما أنه
تعرف السبب فمعناته أن علاجه أنه يكون الابتعاد، يبتعد عنه نهائيا يعني. يعني الطوال ما له علاج، لأنه خلاص هو شيء في الكروموسوم عندك أنت شيء متغير، فالإنزيم ناقص، معناته أنت مهما تعرفت لهالنوعية البقوليات هاي معناته أنت ممكن تتعرض للمضاعفات. نعم، لأن ذكرتي أنت دكتورة في البداية أن حتى يعني أنواع البقوليات مختلفة، فممكن يعني إذا أخذ أي نوع من أنواع البقوليات ممكن أن جسمي يتعرض، أو ممكن أن تبدأ عند بعض الأعراض الحساسية. دكتورة، نتكلم معك شوية في موضوع المضاعفات اللي يمكن أن يسببها هذا النوع من الحساسية. مثل ما قلنا إذا كان على أساس الفوال مثل التكسر وهو الصفار يطلع في الجسم، أما من ناحية الحساسية ممكن إحنا نسميها أنفلكتيك شوك، أنه هي مثل صدمة، ينزل هبوط في الدورة الدموية، ممكن مثلا اختناق، ما يقدر يأخذ نفسه، فهاي الأعراض اللي هي تكون شديدة للواحد يعني قد ما يقدر أن يتجنبها. نعم دكتورة، عندنا أيضا سؤال من الأخ عبيد يسأل دكتورة كيف أعرف أن عندي حساسية من البقوليات؟ مثل ما قلنا أنه كشخص شو الملاحظات، شو الأعراض اللي يحس فيها، فلما يراجع الطبيب يقول له. وممكن إحنا ناحية الفحوصات، فحوصات الدم، في عندنا فحص حساسية الطعام، في عندنا حساسية اللي هو فحص الجلد، ويفحصون اللي هو الاي جي اي ويشوفون يعني كم من نسبة الحساسية عنده. صحيح، وأيضا طبعا من خلال سؤال الأخ عبيد أيضا نحن دكتورة حابين نعرف أيضا أكثر كيف يتم تشخيص هذا النوع من الحساسية بشكل طبي. أي نوع تقصد؟ الفوال؟ هي نعم، ولا تقصد الفوال اللي هو عندنا إحنا الكوانتيتيف، في تحليلين اللي هو الفلوريسنت وعندنا الكوانتيتيف، فهم يشوفون نسبة الجي 6 بي دي في الجسم، وكم مثل ما تقول مدى شغله، عرفت فعاليته في الجسم. نعم. فهاي تفحص بعد عن طريق الدم. وبعدين اصلا اغلب ما اقول اغلب الاطفال، ممكن يكون في بعد الولاده في من الاطفال يعانون من صفار، فممكن يكون واحد من الاسباب جي 6 بي دي ممكن. نعم. ففي ناس حتى مثل ما قلت لك شيء وراثي، وانت ممكن تعرفه من تاريخ الاسره نفسها، وبعد الولاده ممكن يصير هالشيء. نعم دكتوره، في كثير من الفحوصات اللي يتم عملها من خلال معرفة أنواع الحساسية إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، اللي هي تم عملها مثل ما تفضلتي عن طريق فحص دم أو عن طريق الجلد، يتم يعني طريقة معينة من خلال الجلد يتم عمل يعني معرفة إذا كان عنده حساسية من نوع معين. هل كل أنواع الحساسية ممكن يعني الشخص يعرف أنه عنده حساسية منه، وبالأخص بحكم أن نحن اليوم نتكلم أيضا عن الفوال، فهل ممكن يتم معرفة الشخص إذا كان عنده حساسية الفوال؟ مثل ما قلنا حساسية الفوال تكون عن طريق تحليل الدم، ما تكون عن طريق ممكن عن طريق تحليل الدم فقط. نعم إنزين، لأنه بيبين عندك نقص في الإنزيم. نعم. فبيعرفون أنه إن أنت عندك نقص، ومثل ما قلت لك الأسرة، تاريخ الأسرة. أما وخذ الجلد هم يحطون التحليل يعني يكون عن طريق الطبيب، تحت إشراف الطبيب أصلاً يكون، فيشوفون نسبة مثل ما تقول تفاعل الجسم ورد الفعل للجسم نفسه. صحيح دكتور، الشخص اللي يعني تم تشخيصه أن هو عنده حساسية، هل هناك مثلاً كمية معينة من البقوليات يقدر يتناولها، ولا يعني مفروض أنه ما يأكل شيء من البقوليات؟ لأن أنا قلت لك مثل ما قلنا على أساس أنه مستوى رد فعل جسمه، يعني إذا كانت الحساسية مثلا وايد بسيطة أو شيء لا يذكر، ما تتلاحظ، ما في لا سمح الله تورم، ممكن أن يأكل بس نسبة بسيطة، لكن أنت هاي النسبة ممكن مع الوقت تزيد. ليش؟ لأن أنت عندك خلايا ذاكرة وممكن تتنشطها مرة ثانية، ففي فترة من الفترات ممكن تنشط بطريقة أسرع، فعشان كل واحد يتفادى أفضل. صحيح، وأكيد دكتورة طبعا من خلال حديثنا عن حساسية البقوليات حابين نعرف دكتورة منك أكثر عن كيفية الوقاية من حساسية البقوليات. الوقاية معناته أنه يكون الأفضل الابتعاد،
قد ما تقدر أن أنت تبتعد عن المأكولات اللي تسبب هالشيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في من الأشخاص يلبسون ممكن الأساور وتكون حاطين فيها معلوماتهم الطبية، إن مثلا أنا عندي حساسية فرضا من الفول السوداني، فيكتب هاي المعلومة. مثلا إذا كان طالب أو في مثلا في يشتغل، خلاص الزملاء اللي موجودين حواليه يعرفون، يعني إن خلاص أن يعرفون إن هالإنسان عنده مثلا حساسية من هالشيء، فما مثل ما تقول ما يتشاركون الأكل. هاي النقطة. إذا كان في أي منتج لازم يتأكد من المنتج شو مكتوب عليه، هل هو فيه من البقوليات ولا ما فيه. إنزين، مثلاً نشرح لهم شو أعراض الحساسية اللي ممكن أنت تتعرض لها. هني مثلاً متى تروح مثلاً لزملائك إنك أنت مثلاً محتاج مساعدة طبية. صحيح. نعلمهم هالأشياء، هاي النقاط، لأن هاي مثل ما تقول يعني لايف سيفينج مثل ما يقولون. نعم. دكتورة، أنت ذكرتي خلال الحديث بأن الحساسية أيضا تختلف، يعني حدة الحساسية ونوع الحساسية من شخص إلى آخر. مرات ممكن يتم يعني إدارة المشكلة عن طريق يعني الشخص نفسه، وفي بعض الأوقات أكيد يعني بسبب يعني نسبة الحساسية يحتاج الشخص إلى أن يرجع إلى الطبيب. فدكتورة، متى الشخص يجب عليه مراجعة الطبيب عند ظهور هاي النوع من الحساسية؟ إذا كان عنده التورم، إذا كان في ضيق في النفس، تورم يعني مثلا الشفايف عندك أو اللسان، إذا في ضيق في النفس، إذا طلعت عنده مثل حساسية الجلد اللي إحنا نسميها الأرتيكارية، وتكون كل ما ياهد يعني كل ما ياهد زيد، هني الأفضل إنه يرجع للطبيب قد ما يقدر. يعني مو بدنا يأجل الموضوع، يعني كل ما زادت نسبة الحساسية معناته أنه ممكن المضاعفة تكون لا سمح الله أكثر. ففي هاي الحالات الأفضل أنه يرجع للطبيب. ساعات إحنا ممكن حتى مثلا في من نوع من أنواع الحساسية إذا كانت وايد شديدة ممكن نعطيهم اللي هي الإبينفرين إنجكشن، بتكون معاهم في البيت، نعلمهم بس طريقة الحفظ وكيف تنعطى. فهاي ممكن في الحالات الحرجة أنه يأخذها في العضلة. نعم. عندنا دكتورة سؤال من أحد المستمعين، ويقول هو شخصيا يعاني من موضوع حساسية الأكزيما ومبتعد عن البقوليات، ويتم أخذ البقوليات حسب وصف أخصائية التغذية، ولكن يعني ما زال يعاني من وقت إلى آخر. فسؤال، هل اختلاف الجو دكتورة يعني أثر على حساسية الأكزيما؟ الإكزيما موضوع ثاني، موضوع حساسية الإكزيما غير. نعم. حساسية الجلد هي يعني معناته ممكن الأشياء اللي هو يتعرض لها، ممكن مثلاً فرضاً يعني هذا موضوع غير، ممكن الصابون، نوعية الماء، نوعية الكريمات مثلاً اللي يستخدمها، هاي نوعية مثلاً الملابس إذا كان فيها أي شيء دخيل مثلاً، مش بس تكون قطن مثلاً فيها سلك، يعني هاي شو الأشياء اللي هو يتعرض لها بحيث إنه تهيج. عرفت؟ ممكن تغير الجو، ممكن الغبرة، ممكن هذه موضوع ثاني. موضوع الحساسية الحين احنا نتكلم عنه اليوم على اساس من الأطعمة. صحيح. نعم. دكتورة، آخر نصيحة تحبين تقدمينها حول موضوع حساسية البقوليات واللي يعانون من هذا الموضوع؟ نصيحتي، بما ان الانسان يعاني من هاي المشكلة، اذا يعني في مجال يسوي مثل إرشادات حق زملائهم، ينصحونهم مثلا الأعراض مثلا إحنا نتعرض لها، يعني مثل ما تقول كأنه شرح يكون حق الزملاء، لأن في من الناس فعلا ما عندها فكرة عن هالموضوع أبدا. فكل واحد سبحان الله يوعي أو ينبه أو يرشد الشخص اللي جنبه، يعني مثلا أنه صارت عندي الأعراض كيف أنت تتصرف. صحيح. فأنا بس هاي النقطة اللي أبغى أوضحها، أنه ممكن يتشاركون المعلومات. يعني ممكن دكتور ان الشخص اذا مر في تجربه مثل هاي واستفاد منها يفيد يعني الشخص اللي عنده بالتجربه. وبعدين انت ذكرتي دكتوره مهم ان الواحد يعني في بعض المراحل اذا شاف ان الموضوع اصبح يعني قلق او مزعج، فيفضل انه يعني يراجع الفريق الطبي المعالج، لان احتمال مثل ما ذكرتي دكتوره ان في بعض الحالات يحتاج الى تدخل ايضا يعني علاجي. ايوه. دكتورة صفية علي الكعبي، اختصاصي أول طبيب أسرة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا دكتورة لك، موضوع جميل الحقيقة، يعطيك ألف عافية. شكرا.
شكرا على الاستضافة. الله يسلم، شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، ومع موضوع حساسية البقوليات لهذا اليوم، وأيضا عن كيفية تبني عادات غذائية سليمة عند الأطفال، أتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أستاذ أحمد سلام، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.